ابو نهر. ليه سعيد؟ اخ شو ليش تاخرت؟ صارت معي شغله، انا جاي لعندك على الطريق اخرتني شوي. خير شو الشغله بقى؟ بعدين بحكي لك، تعبان هلا مالي فاضي. بطلب لك ارجيله؟ لا 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 ما جاب علي ارجيله. طمني شو صار معك مشان الشغل؟ على حطت ايدك ما صار شيء. لك شلون ما صار شيء؟ مو على اساس دبرت ورشه جيلي بلاط؟ مزبوط، بس السعر اللي دفعوه قليل كثير، ومو محرز الواحد يقاتل مشانه. ولك اخي منيح، منيح شو ما كان السعر هلا منيح، مو احسن من قعدتنا هيك عطالين بطالين لا شغله ولا عامله. شو يعني انت حابب تشتغل ببلاش؟ وليش ببلاش بقى؟ لانه الجماعه عندهم شقه 120 متر. قديش بدهم يدفعوا على المتر؟ ما دفعوا اكثر من 50 ليره، يعني الشقه كلها على بعضها يا دوب 6000 ليره. شو بقى هون ال 6000 ما عاد يعجبوك؟ ثلاثه الك وثلاثه الي. لك شو نسيت انه ما ندفع اجره الجلايه حوالي 2000 ليره؟ مزبوط والله. يا سيدي 4000، اثنين الك واثنين الي. لا حبيبي ما حزرت، ما رح يبقى لك الواحد 2000 ليره صافي. وليش بقى؟ لانه اللي دبر لي الورشه بده كوميسيون لجيبته 2000 ليره، يعني من كل هالورشه بقي 2000، 1000 الي و1000 الك. بقى انت عندك استعداد تشتغل 5 ايام ورا الجلايه مثل الحمار مشان 1000 ليره؟ لا والله مالي مستعد. العمليه هيك مسكره بوشنا من جميع الجهات. لك هي بالحساب صار لنا 6 شهور قاعدين شبين كل واحد مثل اللوح. خليها لله يا سعيد، وما بخفي عنك اني مليت تماما ورح تأمن هالقصة. الله وكيلك لولا المساعدات الغذائيه والتموينيه اللي عم تجي من بيت حماي كنت مت من جوعي. شو مفكر لكان؟ يا قسما بالله عم تمر علي ايام ما معي حق ربطه خبز. خلص ماهر، من شان الله لا تشكيلي ببكيلك. على الأقل أنت الله بعت لك بيت حمزراف عم يساعدوك شوي. روح شوف البيت الأحمال اللي عندي أنا، بدل ما يساعدوني ندفي قاعدين عالي علي. لك عم بصرف عليهم يا رجال أكتر ما عم بصرف على حالي. وبعدين سعيد شو الحل؟ هيك بدنا نضل قاعدين مثل الأرامل عم نندب حظنا؟ يعني شو طالع بإيدنا نعمل وما عملنا؟ ما ضل باب شغل بوشنا لو دقينا. مزبوط. لا واللي بيهر إنه أنا وياك في بإيدنا مصلحتين ثلاثة، يعني المفروض يضل شغلنا ماشي ساري كل السنة. آخ بس إلا ما تفرج. ايه سعيد قلت لي انه في شغله صارت معك بدك تحكي لي اياها. ايه مزبوط مزبوط، بس ماهر هلا انا جعت كثير، خلينا نروح ناكلنا شي لقمه نظيفه بشي مطعم ظريف ونحكي على رواق. مطعم؟ ومن ايمتى انا وياك كنا نروح على المطاعم؟ شو يعني حرام نقعد بمطعم محترم مثل الخلق والعالم؟ خلاص يعني انكتب علينا الشقه والتعتير طول عمرنا؟ لك اخي ما اختلفنا، بس من وين المصاري؟ انا معي مصاري، لا تاكل هم. معك مصاري؟ اي نعم. من ايمتى لك سعيد؟ لتكون دبرت شغل وعم تشتغل لحالك وانا ما عندي علم. ها لك قوم ناكل هلا بعدين بنحكي. طيب شرف، وينك؟ بما انه معك مصاري ادفع حساب الطاوله. على عيني وراسي. شرف. ايه سعيد، ما قلت لي منين جبت المصاري؟ اليوم انا وجاي لعندك على القهوه، كنت مستعجل فماشي بسرعه وعم بتلحوش من شارع لشارع مثل الاهوج. وصلت على اشاره كانت حمراء، جيت بدي اقطع قلبت بدقاني، قلت لحالي بركي بلحق وصل بالمطير خضراء، وفعلا ما كذبت خبر، مشيت. أنا مشيت من هون، مشيوا السيارات من هون، المهم لحقت حالي، بس قبل ما أوصل نكشتني سيارة برجلي، وقعتني على الأرض. شو هالحكي؟ وإن شاء الله ما صار لك شيء؟ لا ما صار لي شيء، مالك شايفني مثل القردة قاعد قدامك؟ رعبتني. بس النافة مو هون. لك صاحب السيارة ما حل عني إلا أعطاني 2000 ليرة. 2000 ليرة؟ وليش ليعطيك 2000 ليرة؟ لك شلون ليش ليعطيني؟ حبيب قلبي أنا حياتي تعرضت للخطر. هلا انت حياتك تتعرض للخطر؟ اعلم الله انت مثل القطط بسبع رواح. لك يضرب حظي شو معبتك، يعني حرام تضربني سياره مثل اللي ضربتك واخذ لي 2000 ليره اشبرع فيه. ولك ليش اخي ماهر، ليش لا تنطب حظك؟ خلص ملحوقه باذن الله. ملحوقه؟ ملحوقه؟ شلون يعني ملحوقه؟ يعني هي الشغله اجتنا على ايديها ورجليها، اذا لعبناها صح قسما بالله لنقبر الفقر انا وياك. سعيد شبك وضح، والله ما عم بفهم عليك. شوف حبيبي، من اليوم ورايح بننزل انا وياك على هالشوارع وبنلتحش قدام هالسيارات وبناخذ لنا اللي فيه النصيب. شو رايك؟ بس مو خطره هالشغله؟ لك خطره ما اختلفنا، بس يعني اني شغله مو خطره؟ وقفتنا ورا الجلايه مو خطره؟ بلا خطره. بقى الواحد بده يخاطر له شوي مشان هاللقمه. ما في شيء بيجي من الهواء. طيب انا جاهز، امتى بتحب نبلش؟ امتى ما بدك؟ من بكره الصبح اذا بدك. اتكلنا على الله. بعيونك. والنهار انا برايي نبلش دغري على الحارك. يلا جاهزين. بس ما بعرف مين بده يبلش، انا ولا انت؟ والله انا برايي تبلش انت، انت صار عندك خبره بهيك شغلات. عمي خلينا نعمل قرعه. معك خمسه؟ ايه معي خوت. هات شو طره ولا نقش؟ طره. اخس دورك. زيل وين؟
من على الزاويه من هنيك دغري. شرف. يلا اجت رح زد حالي تحت. شو تزد حالك؟ ولا تزد حالك غير الدار تاكسي. طول بالك شوي، لا تواخذنا معلم. ليش شو فيها؟ لك هدول ما بيطلعوا عن القرش، بعدين برجوهم عريضك تعلقنا معهم. استنى شوي لما تمر لها شي سياره مهزه. هي سياره. يلا يلا جهز حالك. يلا يلا عامل حالك عم تقطع الشارع وزد حالك. اوكي يلا عم بقول لك انطلق. يلا يلا واحد اثنين ثلاثة روح. يلا خير خير يا اخ، صار لك شيء؟ ضمني ان شاء الله ما صار لك شيء. الله يسامحك يا مدام، لك شلون هيك دعستي؟ لك لولا لطف الله كنت فعستي فعس. الله وكيلك، انا ما دخلني، ما لقيته غير نط قدامي مثل العفريت وما عرفت ليش نط. نط يا ابو الشباب. يا معلم صار لك شيء حبيب؟ ظهري عم يجعني كثير يا جماعه. ظهري اكبر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بتعرفي مدام يمكن كسر ظهره وصار بده سيخ معدني. سيخ معدني؟ تخيلكم تخيلكم طلبوا لي الشرطه والاسعاف مشان الله بسرعه. شرطه واسعاف؟ ولي على قامتي، منين اجتني هالمصيبه انا؟ شباب ساعدوني خلينا نحمله على الصيف. عملكم عملكم ها، ظهره ظهره يمكن مكسور. ظهري يا جماعه. واحد اثنين ثلاثه. عملك عملك. لحظه لحظه، هاتوا هاتوا نفس الاشياء. خذهم خذهم. يلا اثنين. مدام فيكي تعطينا الموبايل تبعك شوي؟ ليش شو بدك اياه؟ بدنا نحكي مع الشرطه والاسعاف. شو بدنا نكتب ضبط؟ ضروري الضبط؟ طبعا ضروري الضبط، مالك شايفه شلون عطبتيها الزلمه؟ ايه بس مو الحق علي، هو نط قدامي مثل القضاء المستعجل. والله يا مدام الشرطه اللي بتقرر اذا نط ولا ما نط، لا انا ولا انت. يعني ما بيمشي الحال بلا ضبط؟ معلومك اذا انكتب ضبط رح اتبهدل وانحبس بالنظاره، وهذا الشيء انت ما بتريده. والله يا انسه بدك تنحبسي. يعني هذا قدرك نصيبك، شو بدك تعملي؟ طيب شو الحل برايك؟ شو رأيك ترضي لك يا برشين؟ يعني الرجال شفت عينك معتر وعلى باب الله. بيرضى يا ترى؟ والله يا مدام أنا راح بحكي لك معه، بركي بيرضى. قولي إن شاء الله. يلا يا شباب يلا كل واحد يروح حال سبيله. يلا ضاعت لقيناها، ما في داعي للعشرة. يعطيكم العافية يا شباب. نظارات مين هدول؟ يعطيك العافية، شكرا. طمني شو قال لك؟ بهنيكي مدام، الرجال طلع ابن حلال وما طلب منك غير 10,000 ورقة بس. بالله شو؟ شو 10,000 ليرة كتير هيك؟ بالعكس يا مدام، الرجال مراعيكي كتير كتير، مثل ما عم قل لك. يعني أنا ما بدي أقول قدامه، بس لا سمح الله إذا بده يعمل له هي صورة شو بيسموها، طبقي محوري للفقر الرابع اللي انعطبت بظهره تحديدا، بده 3-4,000 ورقة. هذا إذا ما كان بده سيخ معدني، ب100,000 ما بتكفيه. وأنت شو عرفك إنه بده سيخ معدني؟ بده، شلون ما بده يعني؟ هلا انت باينتك صعبة وبتحسبيها كتير يا خانم. خلص من دق للشرطة بتكتب ضبط وبياخدوه على المستشفى، هنيك بيقرروا. لا لا ما في داعي. خلص أنا رح أدفع له 6,000 ليرة. الله يخليك، روح اسأله بيرضى؟ آخ يا ظهري آخ. ستة شو؟ والله يا مدام ما رضي مثل ما شفتي، بده 7,000، الرجال مراعيكي بثلاثة. هاي 6,000 ليرة، والله ما معي غيره، خلص روح عطيهم وفرنك واحد ما رح أدفع. خلص يسلموا ايديكي معوضين. خلص تيسري انت مدام تيسري. خلاص شوفي الرجال كيف عم يشكري. الله معك. هي 3,000 إلك وهي 3 إلي. نعمة كريم. بس أنت كنت لازم تتوجع أكثر من هيك، لو توجعت منيح كنت أخذت منها 10,000 ليرة هي عم تضحك وبتلعب. خلاص ولا يهمك، المرة الثانية إن شاء الله. روح ندور لنا على شي سيارة ثانية. إيه بس هالمرة دورك ها؟ لك عمي دوري، بس إن شاء الله نتوفى لنا بشي شوفير ابن حلال. امشي. إن شاء الله. إن شاء الله تجيبوا لي الإسعاف. لا حول ولا قوة إلا بالله.
والله باين تعب بتوجع كثير. هاي يمكن معه كسر متفتت برجله وبده سيخ معدني. قل هو الله احد. سيخ معدني؟ الله يستر يا رب. هذا اذا ما طلع معه كسر بالحوض كمان. بقى اسمع مني ابو الشباب، كساب حالك بال10,000 ليرة، احسن ما تكبر القصه وعلى سين وجيم واخذ ورد، ويمكن يحبسوك لبين ما يتسكر التقرير الطبي. يعني هو قبلان ب10,000 ليرة؟ ايه قبلان. باين انت شاب معتر ودرويش وعلى باب الله، وبيني وبينك تحاك بيعبك انه قبل بهيك مبلغ. ايه قسما بالله، قسما بالله ما تكون واقع بين ايدين واحد ابن حرام. ايه ما كان حل عنك بقل من 50,000 ليرة بالميتة. طيب ماشي ماشي الحال، امسك هي 10,000 ليرة، اعطيها هون وخليه يتعالج. معوضين ان شاء الله. المهم انت استاذ تيسر قبل ما تجي الشرطة. الله معك. يلا خاطرة. انت بقى دير بالك تاي مرة. ها ايه ماشي ماشي. مني كيف رجلك؟ شو بدك من رجلي هلا؟ قديش عطاك؟ 10,000. هاي 5 لك وهي 5 لي. نعمة كريم، شلون لقيت لي هالشغلة؟ يا سيدي أحلى شغلة، على القليلة أحسن من الوقفة ورا جلاية البلاط. قوم لكان قوم، قوم نروح ناكلنا شي أكلة طيبة بشي مطعم مرتب، ندلل حالنا شوي بعد هالتعب اليوم. قوم. ما عاد بدنا نشتغل اليوم يعني؟ لا 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 لا، خلص اليوم حاجتنا بكفي. بكره من الصبح بننزل انا وياك على شارع تاني مشان ما نلفت نظر. يلا. شوف على السياره، جهز لي حالك. يلا والله رزق محرزه. يلا. شغله حول الله. صار لك شيء؟ ظهرك عم يجعك؟ كل جسمي عم يجعني. دخيلك يا سعيد، اطلب لي الاسعاف، يمكن كسروا لي ظهري عن جد. طول بالك شوي ماهر، طول بالك. يعني الحكايه بدها اسعاف؟ يمكن ظهري انكسر وصار لازم لي سيخ معدني. سعيد، قديش بكلف سيخ المعدني؟ لك شو قديش بكلف السيخ؟ يعني بكلف قد اللي اشتغلناه امبارح بشي 6-7 مرات. لا والله اشتغلنا. يا ظهري. يا جماعة اسعاف.
طبعا مثل ما تعرفوا كلكم كعاملين في الحقل الإعلامي من مذيعين ومراسلين ومخرجين إنه محطتنا هي المحطة الوحيدة اللي فازت بحقوق نقل وقائع مؤتمر القبائل، والشيء هاد إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة القيادات بمحطة التفاؤل الفضائية. طبعا نحن لازم نكون أهل الثقة وللمسؤولية اللي حملناها على كتافنا. أنا بحب نوه في الاجتماع هاد بأن الحدث كبير كتير والمناسبة عظيمة جدا، والجماهير تاركة شغلة وقاعدة عم تنتظر النتائج يلي رح تتمخض على هالمؤتمر. مشان هيك مهمتنا رح تكون صعبة كتير. طبعا احنا من جانبنا أعلننا الاستنفار بالمحطة 100% ورفعنا درجة الجاهزية للحدود القصوى. انتو طبعا رح يكون شغلكم من موقع الحدث ونحن من هون من المحطة. تفضل يا شزا. يا ترى في شي برامج خاصة موازية لوقاع المؤتمر رح تنبث بهالمناسبة؟ ايه طبعا، نحن حضرنا برامج كتيرة رح نبثها بالفترات الواقعة بين الرسائل. وشو طبيعة هالبرامج استاذ؟ معظمها برامج موجهة. نحن طبعا رح نلغي كل برامجنا الاعتيادية لحتى نتفرغ لهالمناسبة. مثلا عنا برنامج من كل قطر فنان، من كل قبيلة دبكة، على بلد المحبوب الديني ابساط احمدي، مسابقات عروبية، جود افترنون يا عرب، هذا طبعا بالإضافة للأغاني الوطنية والسكتشات الحماسية. في أسئلة تانية؟ على فكرة نحن اخترناكم من بين كل طاقم المحطة لثقتنا التامة بأنكم الأجدر بهيك تكليف. مثلا لأن السي شزا صار عنده خبرة كبيرة بنقل وإخراج المسيرات والاحتفالات الجماهيرية والمهرجانات. لأن السي عليا مذيعة متمرسة وعندها القدرة على المحاورة والمناورة والمراوغة. الأستاذ جمال من أكفأ المذيعين عنا، خصوصاً أنه بيتمتع بصوت جهوري ما شاء الله، وكان صار معلق على حوالي 20 مسيرة وشي 40 احتفال. الخلاصة كلكم ما شاء الله وكان خبرات كبيرة ونحن حاطين كل ثقتنا فيكم، وما فينا نقلكم غير الله يوفقكم. أبو عمر. أيوه رح نحط هون كاميرا ثابتة. أوكي. وثلاث كاميرات متحركة. نعم. سامي. نعم. خليك معايا وين ما رح، حتى لو فاتت على الحمام. أوكي. لازم ننقل المشاهد العربي، كل كبيرة، كل صغيرة، كل همسة، كل غمزة، كل لمزة، كل رياكشن. يعني واحد تداوم، واحد سعال، واحد عطس، كله هذا لازم يبين. كله. ماشي شباب؟ أوه. كلكم جاهزين؟ جاهزين. على كل حال أنا بالكنترول. أوكي. شباب في أي أسئلة؟ جاهزين نحن. أوكي يلا تفضل. سيداتي سادتي، تبدأ اليوم أعمال مؤتمر الوفاق بين القبائل، حيث تنتظر الجماهير هذا الحدث الكبير بفارغ الصبر، ووحدة تلفزيون التفاؤل ستنفرد بنقل وقائع هذا الحدث الهام لكم، فابقوا معنا. يتميز هذا المؤتمر عن سواه بحضور ممثلين عن جميع القبائل دون ما استثناء. الجميع قد أتى محملا بالآمال والمقترحات والتوصيات، من قبيلة فظاعة إلى فخذ عواطف، من قبيلة المحتج إلى شعوب بني شمس، ومن بطن قبيلة بني غضبان وكليب وبني رفش إلى فخذ قبيلة حسين وغصين. الجميع جاءوا إلى هنا لتتوحد الكلمة ولتتشابك الأيدي ولتنتظم الصفوف. سيداتي وسادتي مشاهدي الأعزاء، ها هو وفد فظاعة قد وصل. حضرة صاحب المقام، السؤال الذي يتبادر للأذهان، هل ستجتمعون مع وفد عواطف؟ لا لا أبداً، كل شيء لحال. لحضورنا المؤتمر شيء ولقائنا مع وفد عواطف شيء تاني. نحن اشترطنا أول ما تلقينا الدعوة لحضور المؤتمر أن تكون طاولتنا أبعد ما يكون عن طاولة وفد عواطف، ما بدها توعيني بعينهم أبداً، وإلا سنضطر آسفين أنه نعتذر عن المؤتمر وكل شيء لحال. طيب طيب، لنفترض أنكم التقيتوا مع بعض بشي كوريدور أو على مائدة طعام، شو بتعملوا؟ نحن متخاصمين من زمان، وإذا وقع وشنا بوشهم ما رح نحكي معهم أبداً، ويكون بعلم الجميع الكلام. طيب شكرا كثير. شكرا شكرا لكم.
أعزائي المشاهدين من فضائية التفاؤل نتابع معكم. ها هو وفد قبيلة المحتش قد وصل، فأهلا بالفوارس الشجعان، أهلا بأبطال الشعر والبيان، أهلا بالأخوة الأشقاء الذين حيث اتطأوا أقدامهم تورق البطولة ويزدهر العنفوان. سامي المبجل رئيس قبيلة المحتج، هل ستقدمون أي مقترحات للمؤتمر؟ نعم نعم طبعا، نحمل بعض المقترحات وسنقدمها للمؤتمر إن شاء الله. هل لي أن أعرف أحد هذه المقترحات؟ طبعا، حرية التنقل بين المضارب، إلغاء فيز الخروج وتأشيرات الدخول، والجرين كارت طبعا. شكرا. أعزائي المشاهدين، في هذا المكان سيجتمع الأشقاء، في هذه القاعة ستلتقي القلوب والأفئدة وتشخص الأبصار وتتجدد الآمال. هذه القاعة ستضم الحدث، الحدث الذي طالما انتظرناه. كل شيء مرتب، كل شيء في مكانه، لافتات الترحيب في كل مكان، لنقرأ معا ماذا كتبوا. أما شعار المؤتمر فيتصدر القاعة. أعزائي المشاهدين، لنا عودة إلى هذا المكان عندما تلتقي البطون والأفخاذ والسواعد والسيقان، فابقوا معنا. أكرم الفاضل، ممثل قبيلة بني حسين. نعم. ما هي أهم المقترحات التي يحملها وفد قبيلة بني حسين للمؤتمر؟ في الحقيقة لقد حملنا معنا الكثير الكثير، توصيات، مقترحات، مداخلات، وجهات نظر، آراء، مواقف، ردود أفعال. وأهم التوصيات التي سنقدمها للمؤتمر هي توحيد أسعار النفط بين القبائل وإلغاء الرقابة على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمشاهدة. وماذا تقولون للجماهير العربية؟ نقول اطمئنوا، اطمئنوا ولا تقلقوا يا إخوتي، فنحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة. وأبرز سمات هذه المرحلة؟ إلغاء سياسة المحاور. نعم، وبحب طمن الإخوان كمان أن لا محاور بعد اليوم، لا محاور. وما هو البديل عن سياسة المحاور؟ سياسة الأقطاب. سياسة الأقطاب دارجة كتير ببلاد برا هالأيام، والمفروض إنه نجربها عنا عمليا. طيب، شكرا كتير، بتمنى لكم التوفيق. شكرا. مشاهدي الأعزاء، إخوتي في كل مكان، ها هم أبناء بني طحش، قد طحشوا على الصافنات الضوامر، قد وصلوا على خيولهم الأصيلة، على كل جواد أشهب، مكرا مفرا، مقبلا مدبرا، معا كجلمود صخر حطه السيل من عليه. أهلا بالطحشيين بيننا، هؤلاء هم فرسان بني طحش، هؤلاء هم مغاوير بني طحش، الطحامشة يترجلون عن خيولهم. الله أكبر، الله أكبر، هذا هو يوم التلاحم، هذا هو يوم الجماهير. أسمع هدير المستقبلين، أسمع صراخ الجماهير، أسمع هتافات المواطنين. الله أكبر، اليوم سنكتب التاريخ من جديد، سنسطره بأحرف من نور. اليوم هو يوم العزة والفخار، هو يوم الانتصار. ممثل بني كليب، ما الفعالية التي ستريدونها في هذا المؤتمر؟ سنعمل على توقيع اتفاقية أمن مشترك، يعني تسمح بحرية التنقل
للعسس بين القبائل، وذلك للقبض على المجرمين والفارين، وكذلك سنعمل على توقيع اتفاقية لتبادل المعارضين واللاجئين السياسيين، يعني باختصار انتربول سياسي. طيب شكرا كثير، نتمنى لك توفيق. ممكن بس سؤال ثاني؟ لحظة. شكرا شكرا شكرا، يعطيك العافية. كما نلاحظ سيداتي وسادتي، أحاديث ودية تدور بين المشاركين، والأجواء العامة تبعث على الارتياح وتسمح لنا بتنسم عطرا شيقا يبشر ببيان ختامي موفق. تلفزيون التفاؤل ما زال معكم، فابقوا معنا. أنا كنت خايف أنك ما تجي سيادتك. لولا جنابك ما وعدني أنه تفتح موضوع عودة الاتفاق بيننا وبين عواطف ما كنت جيت نهائيا. وهالمرة كمان ما راح تخيبني إذا رتبنا لقاء جانبي بيناتكم على ما أظن. لا جانبي ولا غير جانبي، رجاء لا تفتح هذا الموضوع مرة تانية أبدا. سيدي مو شرط يكون اللقاء رسمي، لقاء صغير على هامش المؤتمر. لا هامش المؤتمر ولا دنب المؤتمر بنوب. أنا حالف 100 يمين معظم أنه ما أحكي مع واحد منهم طالما أنا عايش. بعدين أنا ما برجع بيميني وانت ما بتريدها كمان. بس هالشي هاد مو لمصلحة المؤتمر والوفاق وتنقية الأجواء يلي عم نحكي فيها يا سيدي. يا سيدي الأجواء بتتنقى بدون ما نجتمع مع بعض، شو بيصير يعني؟ لو بيسمح مقامكم انه نبحث أسباب الخلاف بيناتكم، هذا الشي بيكون إيجابي بالنسبة للمؤتمر. أخي أسباب الخلافات واضحة والكل بيعرفها، بعدين ما في داعي نفتح الماضي وننكأ الجراح. بس المرحلة مثل ما بيعرف جنابكم بتتطلب تجاوز الخلافات الجانبية. لا إذا بتريد ما بلا منك أبدا، خلافاتنا مو جانبية. إيش ولاد صغار نحن؟ نحن خلافنا معهم استراتيجي بحت. بعدين الجماعة مو تاركيننا، نازلين فينا بجرايد الليل نهار، كأنه ما في لا قصة ولا سيرة غيرنا، تركوا الدنيا ودبونا ولزقوا بدقنا مثل الأملة. بجوز، بس الموضوع أنتو كمان ما قصرتوا، وإعلامكم في البركة، بعدين يا عمي، إعلام قبيلة عواطف بيعرفوا القاصي والداني. لا أخي، هذا دفاع مشروع عن النفس، وحدة بوحدة والبادي أصدم. طيب شو رأيكم توقفوا مبدئياً الحرب الكلامية والإعلامية بيناتكم؟ إيه، ما في مانع، إذا هن بيوقفوا خدها مني، نحن منوقف. هن قالوا نفس الحكي. فمين بده يوقف بالأول؟ هلا أخي أنتوا ما عندكم شغلة وعملة بالمؤتمر غيرنا؟ اتركونا بحالنا بقى، بعدين في قضايا كتير ملحة وساخنة أكتر من هالقضية، وفي جدول أعمال طويل وعريض. بعدين تعال إلا ليش أنت ما بتلتقي بممثل بني غصين؟ سمعت أنك عملت 100 مشكلة ومشكلة مشان ما تجي طاولتك قدام طاولته. طبعا بدي أعمل 100 مشكلة وبيت قصة، والله ما أحلاني قاعد مع بني غصين على طاولة وحدة. طيب شو هي أسباب الخلاف؟ ما بدنا نعرف؟ لا لا، نحن موضوعنا بيختلف، لأنه نحن خلافنا على المبدأ والنهج، وهدول جماعة ما بيستحوا، لأنه لا عندهم لا مبدأ ولا ناموس. بس هذا ما بيمنع يا سيد إنكم تنقوا الأجواء بيناتكم. نحن من ناحيتنا عملنا اللي علينا، بس ما لقينا منهم تجاوب. شلون يعني؟ رح قلك يا سيدي. التقيت أنا وممثل بالمؤتمر الاقتصادي الرابع، ولما جيت لسلم عليه قام عمل حاله الأفندي مو شايفني ودار وشه، قالوا صار يحكي مع ممثل قبيلة رفش. ليش؟ بالجكارة فيني، لأنه بيعرف أنه نحن وقبيلة رفش مو طيبات على بعض. معك حق، أصلاً هنن وبني رفش طنجرة ولقيت غطاها. بس اللي بدي يفهمه أنه شو اللي بيودي بني رفش لهيك مؤتمر اقتصادي هام؟ لك شو بيعرفني؟ بس رحنا لهني لقيناهم سابقيننا وحازين أحلى طاولة. يخرب بيتهم شو بيحبوا المنفخة وبيحبوا المؤتمرات، وما شغلتهم إلا ياخدوا مقترحات ويجيبوا توصيات. العامة شو بيحبوا الجأجأة، يا لطيف شو مجأجئين. شو يا نصوح، ليش ما حطيت غنية لشي حدا من قبيلة كليب؟ ايه طبعا اتوا علينا. هلأ مستشارهم الصحفي كان عم يعاتبني على التليفون وعم يقول حطيته للكل إلا نحنا. شو نحنا ما عندنا فولكلور وتراث؟ كيف؟ ما لقيت شي بالارشيف؟ ارجع انزلي على الارشيف الا ما تلاقي لك شي دبكه شي رقصه شي اهزوجه. ايه دبر راسك يا اخي. وبصراحه نحن زعلانين منكم كثير، وكنا ناويين نسجل احتجاج رسمي بسفارتكم عنا. الله لا يجيب زعل، ما هو طول عمرنا علاقاتنا متينه وراسخه معكم. متينه وراسخه، واستكترتوا علينا كم برميل مازوت للشتويه. الحقيقة أنتوا بتعرفوا أنه ما بينعز عليكم شيء، بس لما إجا مندوبكم لعنا شرحنا له أنه منظمة المازوت العالمية ما بتسمح أبداً بزيادة الإنتاج، وإنتاجنا الحقيقة من المازوت بعادل تماماً الكمية المتعاقد على تصديرها.
هلا معقول ما تكونوا حاسبين حسابكم بشويه احتياط للشتويه؟ يعني معقول نشحدوا شحاده منكم المازوت؟ يا سيدي بسيطه بسيطه، امتى ما لزمكم مازوت ابعتوا مندوبكم ونحن بنعطيكم من الاحتياطي تبعنا ولو نحن اشقاء. يا سيدي بارك الله فيكم. الشيء اللي مستغربه انه شلون بتسمحوا لصحافتكم تهاجمنا هي بهالصفاقه هي. يا سيدي مو بس بيهاجموكم الكل، حتى حكومتنا بيهاجموها وما بيوفروها، هيك عنا الصحافه حره ومنعتبرها سلطه رابعه بالقبيله. يعني نحن صحافتنا مو حره؟ لا سيدي، نحن كمان عنا صحافه حره، بس في فرق بين الحريه وبين الحماقه والاحتقار. نحن عنا صحافه حره، الصحافه عنا تكتب عن كل شيء، عن الطرقات المحفرة، عن الروتين، عن الفساد، لكن ضمن حدود الأدب والمنطق. أما أنتم مو فارقة معكم ذنوب، مفلتين على الآخر. ولك يا أخي نحن مو مفلتين الأمور، الصحافة عنا ما بتعبر عن رأي الحكومة، بالعكس بتعبر عن رأي أصحابها، لذلك ما لازم تعتبوا علينا. يا حبيبي على مين بدنا نعتب لكان؟ إذا دولة طويلة عريضة مثل دولتكم مو قدران تسيطر على كم جريدة وكم محطة تلفزيونية، على شو مسيطرين لكان؟ نحن الصحافة عنا أرث قديم، يعني متوارثينه عن آبائنا وأجدادنا، لذلك ما لازم نتخلى عنه مهما كانت الأسباب. يا عمي حرية الصحافة مو هيك؟ هي لازم تكون موجهة ومضبوطة، يعني حرية مؤسسات وقوى مو حرية أفراد. سيدي كل واحد بيمارس حرية على طريقته. شو؟ منين طلعتونا بهالصرعة؟ ما بعرف، كل القبائل الثانية عندها حرية صحافة وما حدا جاب سيرتنا بنوب، ما في غير انتو على الطالعة وعلى النازلة نازلين فينا طرق وسفق وشتم وسب. ايش هو انتو يعني نيقة عن خليقة؟ هلا اذا فريقنا غلب فريقكم ببطولة القبائل بالفطبول ليش لحتى تضربوه؟ ها؟ وين الروح الرياضية يلي عم تحكوا عنها؟ مذيعكم عم يقول على التلفزيون انه ما في فرق بين الاشقاء، مين ما ربح يربح، وبالمقابل الجمهور نازل ضرب باللعيبة. أخي هذا كان تصرف فردي، توقناه بسرعة حتى ما يصير لزيول أبعاد، لا تعمل إياها قصة الله يخليك. ولك أخي هذا مو حكي، نص لعيبتنا رجعوا مكسرين وما بدك الموضوع ياخد زيول وأبعاد؟ هلا ليش جنابك عم بتكبر الموضوع؟ كل الدنيا بيصير فيها هيك؟ يعني لو كان فريق أجنبي بدال فريقنا، يا ترى كنتوا عملتوا فيه هيك؟ أكيد ما بتسترجوا، أصلاً نحن مو شاطرين غير على بعضنا البعض. هلا لا تحتد كتير، بزمناتكم وبالبطولة الماضية رشيتوا الحكم لحتى أعطاكم ضربتين جزاء، تبلي وظلم. نحن رشينا الحكم؟ إيه نعم، ونحن عنا الإثباتات، بس ما حبينا نحكي مشان العلاقات الأخوية اللي بيناتنا. أنا ما بسمح لك توجه لنا هيك اتهام أبداً. أسيدي لا تحتد كتير، المباراة كانت منقولة على الهواء وكل الجماهير العربية شافتها وشافت بعينها شو صار. أنتوا كل ما بتخسروا قدامنا بتطالعوا 100 حجة لحتى تغطوا عجزكم وتضللوا جماهيركم. لا نحن عم نضلل الجماهير. أنسة عليا، ليش تاركي موقعك وجاي لهون؟ جيت بلغك احتجاج وفد قبيلة عواطف. وعلى شو عم يحتجوا دخلك؟ قال عم نتجاهلهم كتير ببرامجنا. نحن تجاهلناهم؟ حطينا عنهم كذا برنامج، برنامج سياحي، برنامج جغرافي، برنامج ثقافي. قال المفروض أكتر من هيك، وإلا رح يضطروا يسحبوا مساعدتهم للمحطة. ولي علينا وعلى هالشغلة، لمين بدنا نرضي لنرضي؟ ما قالوا لك شو بدهم برامج؟ قال أي شيء من تراث وفلكلور القبيلة. ماشي الحال. أيها السادة، بدأت منذ قليل الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر العام للقبائل، فلترتفع أيدينا إلى السماء ولتلهج قلوبنا بالدعاء إلى الله تعالى ليوفق كل المؤتمرين إلى ما فيه خير الشعوب وصلاح الأمة وسعادة ورفاه القبائل. شلو؟ ما لقيت لا مطرب ولا مطربة من قبيلة عواطف تعمل معه لقاء؟ يعني معقول ما يكون عنده مطربين؟ ايه؟ ما حدا موجود؟ طيب دبر راسك يا اخي بشي مطربة، رقاصة، عازف ربابة، دقيق طبل، مو مشكلة، المهم نطالع لهم شيء على الشاشة، ولا بيقطعوا عنا المساعدة ها على محطتنا منتشرشح بعدين. يا جماعه دخلوا مدرسه.
خير شو صار؟ حضرة عالي الجناب، ممكن تعطينا فكرة عن القرارات اللي اتخذتوها بالمؤتمر؟ بدك القرارات اللي اتخذناها بالمؤتمر؟ لو سمحت. حاضر. المؤتمر ندد وشجب واستنكر ورفض، استنتج انه لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. ألو نعم. أهلين سحورة، صباح النور، كيفك يا أمي؟ كيف هالقطاط؟ يقبروا قلبي إن شاء الله. ها؟ شو هالحكي؟ عيد ميلاد مين قلتيلي؟ عمورة؟ كل عام هو بقلب خير تقبريني. لكن لكن معلوم معلوم بدنا نجي، ما احلانا وما نجي. لكان عمورة غالي على قلبنا كتير. ايه امي، ما بعرف يعني اذا الله راد الساعة 5 بنكون عندكم. ايه تقبري قلبي. ايه سلمي لي على جوزك. ليكي بوسي لي سارة السرسارة وبوسي لي عمورة. الله معك سحورة. صباح الخير ام يوسف. صباح النور تقبرني. يا ترى مع مين كنت عم تحكي بالتليفون؟ بحكي مع سحورة، قال اليوم عيد ميلاد ابن عمورة. شو هالحكي؟ يوم عيد ميلاد عمورة؟ اي والله يا ابن الحلال. الف مبروك ان شاء الله، الف مبروك، والله يطول عمرنا انا وياكي حتى بس يكبر عمورة ويتجوز يفرح فينا هو واولاده. شو ابو يوسف؟ نسيان انه في مناسبة تانية اليوم؟ لا ما نسيت. معقولة انسى يعني؟ ليكو التانية ولا مفكرتيني خرفت وطاش حجري؟ اليوم بدنا نغير الفواشة تبع خزان المي اللي عم يشرشر علينا من السقيفة. عم قلك مناسبة يا ابو يوسف، هلأ صار تغيير الفواشة مناسبة بنظرك؟ وشو هالمناسبة بقى؟ يا خسارة يا ابو يوسف، كنت مفتكرتك متذكر. لك متذكر متذكر انت الثانية، بس كنت عم بمزح معك. يعني معقولة انسى يوم جوازنا الاربعين؟ لا الخمسين وانت السابق. حلفتك بالله الخمسين؟ شوفوا الايام، شوفي معناها اليوم بيصادف اليوبيل الذهبي لجوازنا. ايه ومشان هيك لازم تكون هديتك هالسنة هدية محرزة، مو مثل كل هالسنين اللي مضيت. يعني ما بدك يعني جيب لك كيلو حنة وشحاطة مثل كل سنة؟ لا ما بدي، غير لي هالهدايا بقى. على عيني وراسي تكرمي، جيب لك هدية قميص نوم نص كم؟ لا ما بدي قميص نوم، بدي غلة محرزة أكتر. طيب شو رأيك بطقم جديد؟ طقم شو؟ طقم شو يعني طقم سنان؟ دخيلك انت ومسحك شو تقيل. ايه لكن شو فكرتيني رح اجيب لك طقم كنبات؟ المهم هلا شو رايك نعمل سهره ونعزم عليها كل اللي كانوا حضرانين بعرسنا؟ نعمل سهره؟ ايه سهره. شو قلت؟ ما في معنى، ليش لا؟ والله فكره معقوله، بس انت بتتذكري كل اللي كانوا حضرانين يا ترى ولا ما بتتذكرين؟ مو ضروري نتذكر الكل، نعزم اللي منتذكره بس. ماشي الحال. واي ورقه وقلم؟ بس انت نقليمه. شو اكتب بالقائمة؟ اكتب اول شي خالك ابو هيثم. يا ستي على عيني انت وخالي. بس خالي خرف من زمان وما عاد جمع، وهلأ ما بيعرف الله وين حاطه، يعني بتقليله طز بيقلك صباح الخيرات. بلا اكتب لكان رفيقك ابو عبد المجيد. ولك شبك ام يوسف، ليش هيك انت صايرة هالسنة؟ ما كنتي هيك. خير بشو غلطت انا؟ شو نسيتي انه ابو عبد المجيد عطاكي عمره من سنتين الله يرحم ترابه؟ يبعت لي حمى. اي والله مزبوط.
طيب شو رأيك تعزم ابن عمك مصطفى؟ لك شبك يا ام يوسف؟ لا هيك رح ازعل منك، ها رح ازعل تماما. ليش بقى؟ لأنه مصطفى ابن عمي ما كان خلقان يوم عرسنا. ايه والله مزبوط. طيب سجل اسم جارتنا القديمة ام شريف. اليك والتانية مين عم تتذكر؟ ام شريف صارت بمأوى العجزة من 3 سنين. مين بدنا نعزم لكم يا ام يوسف؟ بصراحة يا ام يوسف ما رح تزبط معنا هالفكرة ولا بشكل، لانه كل يلي كانوا حضرانين عرسنا يا اما اتكلوا على ديار الحق يا اما ما عادت معروفة ارضيهم وين. شو يعني؟ ما بدنا نحتفل باليوبيل الذهبي تبعنا؟ لا لا نحتفل، بس يعني فكري اذا غيرنا الطريقة بيكون افضل. طيب انا عندي فكرة. شو هي يا ام يوسف؟ شو رأيك نساوي مثل ما كنا نساوي قبل 50 سنة؟ ليش شو كنا نساوي قبل 50 سنة؟ والله ما لي نذكر شي من شي. ما بتتذكر ايام زمان لما كنا نتواعد قدام باب سينما عبلة ونروح بعدين ناكل بوزة بالفستق بسوق الحميدية؟ اي والله مزبوط يا ام يوسف، وكنت بالعلامة اخذ لك معي كل مرة وردة جورية، وانا كمان كنت اخذ لك زنبقة بيضة، وكنت اقدم لك الوردة وقل لك اشتقت لك، وانا كنت اقدم لك الوردة وقل لك وانا كمان، وكنت اسحبك من ايدك ونروح نتمشى من باب السينما هيك لسوق الحمدية، وكل الطريق كنت تغازلني وتقلي كلام حلو كتير. اسأل الله هديك الأيام يا أم يوسف. بالفعل كل يوم عم يروح ما عم يرجع مثله. عم يرجع مثله شي يا أم يوسف؟ هو ما عم يرجع مثله، بس بجوز عم يرجع أحلى منه. مشان هيك أبو يوسف اليوم لازم نعمل مثل ما كنا نعمل قبل 50 سنة. بقى شو رأيك؟ يعني بدك نتواعد على باب السينما واخذ لك معي وردة واسحبك من ايدك ونتمشى لسوق الحمدية وغاز لك كل الطريق؟ ايه ليش لا؟ ما بعرف يا ام يوسف، والله ما بعرف، يعني حلوة نعمل هيك شي بهالعمر؟ لا لا، وفوق منا خايف ما يطلع معي شي بالقفلة. مو مهم، المهم نرجع ايام الماضي. والله إذا هيك بدك خلاص مثل ما بدك يا أم يوسف تكرمي. أنو ساعة بتحبي نتواعد على باب سينما عبلة؟ الساعة 4 نقضي ساعة مع بعض، بعدين منروح لعند بنتنا السحر مثلا نحتفل بيوم ميلاد عمورة. ماشي الحال، أنا من جهتي موافق، بس المشكلة يا أم يوسف كيف بدنا نروح سوا من هون؟ يعني ما بيعود له طعمه كل هالموعد. نطلع سوا يعني؟ لا أيوه، مين قال لك بدنا نروح سوا؟ كل واحد بيروح لحاله. يلا هلا انت روح لعند بيت اهلك القديم وجهز حالك وتشبشب لك شوي وتهندت وتعطر، وانا كمان يعني راح اطلع من هون دغري بعد ما البس لك الطقم اللي بتحبه واتغندر واتدهب شوي. ماشي الحال ماشي الحال، قومي هلا حطي فطور خليني اكل لقمه قبل ما امشي. تكرم عينك ابو يوسف. نعم. وحك تجيب سيرة قدام اختك رمزية، ما بدنا نصير علكة بلسانها. لا لا، خصوصي انها عانس وبدها اصالة تتسلى فيها، ما بدنا حدا يتريق علينا. ليش انا بسترجي احكي هيك شيء قدامها؟ عليم الله عليها لسان مثل مقصص كافي. قومي هلا خلصينا انت تانية قومي. شو أبو يوسف؟ شو قصة اليوم؟ أنو قصة؟ شو شايفتك عم تتهندز وتهندم حالك يعني على غير رواهد؟ إيه والله يا رمزية عندي موعد مهم. موعد مهم؟ مع مين يعني؟ مع مين؟ مع ناس مهمين. طيب ومين هالناس المهمين؟ ما بتعرفيهم بس مهمين كتير قد ما قلتلك وأكتر.
طيب رجال ولا نسوان؟ شبنا رمزية؟ أنا خرج نسوان بعد كل هالعمر لكن ليش ما لبست أواعيك هنيك بالبيت؟ أكيد جاي لعندي هون زبط حالك بعيد عن أنظار مرتك، ما هيك؟ لا يا ستي، أنا أجيت لهون لأني تارك طقم العرس هون من 50 سنة وجاي على بالي لبسه، هذا أولا. إيه؟ وتانيا؟ تانيا الموعد تبعي قريب من هون، سقط لقط، يعني بوفر على حالي شوية مشي. شو بنا رمزية؟ لا تكوني مجعوسة من جيتي لعندك. تقبر قلبي، أنا أجهز من جيتك؟ شو هالحكي؟ أعوذ بالله، بس يعني أنا هيك بس حبيت استفسر يعني. واستفسرتي؟ إيه الحمد لله تقبر قلبي، مش الحال. إيه الحمد لله، شوفي لي هلأ الله يرضى عليكي، لابقى هالجرافي على هالطقم الأسود. شو لابقى؟ بتطير العقل، تقبر قلبي على هالشبوبية ما أحلاها. لك يا حينتك بأم يوسف، شو طبسك فيها وعجبك فيها ما بعرف. كني بقى رمزية كني، يحملك الجني شو بتضلك بتزني. فعلا انت نكاشة ببور. الله يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك. نعم دخيل عينك، بدي أسألك، بتعرف لي سينما عبلة وين؟ لا والله حياتي ما سمعت باسم هيك سينما. هو بيجوز يكونوا مغيرين للاسم. شو في سينمات بهالمنطقة هون؟ ما بعرف، بس على حسب علمي هون ما في. طيب الله يعطيك العافية. ويت اللو... ما امشي، روح روح روح. الله يعطيك العافية، روح. نعم خالي. بتعرف لي وين سينما عبلة؟ شو هاي؟ سينما عبلة. ليش في بالشام سينما اسمها سينما عبلة؟ يا عيب السوم عليك يا ابني، شب مثل حكايتك ما بيعرف سينما عبلة؟ لا والله ما بعرف، هن وين قالوا لك بالضبط؟ منو هدول؟ يلي دلوكي عليها لسينما عبلة. ما حدا دلني يا ابني، أنا حضراني فيها أفلام بيجي أكتر من 20 مرة. طيب شلون جاي عليها وما بتعرفي وينها؟ ايه هذا الحكي من زمان، من 40-50 سنة، مو من هلا. الله يسامحك يا خالي، في شي بيضل على حاله 40-50 سنة؟ فعلا اللي بعيش يا ما بيشوف. Thank you.
يعطيك العافية يا أخ. الله يعافيك، أهلين وسهلين. أمر، تسمح لي أقعد شوي؟ تفضل ارتاح شريف. إيه والله كتر خيرك، ممنونك. يا الله، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك، شكرا كتير. خدمة أمر، أمرني. ما يأمر عليك ظالي. قالوا لي إنك أنت عتيقهم بالمنطقة وبتعرف فيها منيح. مزبوط، أكيد عم تدور على شي عنوان. إيه والله، صار لي أكثر من نص ساعة وأنا عم أفتل مثل الخنفسة بالطاسة وما كنت أستدل على العنوان. ليش؟ على شو عم تدور؟ على سينما عبلة. سينما عبلة؟ عم تحكي جد؟ شو شايفني اللي كان عم بمزح معك أنا؟ عفواً، يعني أنت قديش صرك ما أجيت على هالمنطقة؟ زمان كتير. ليش عم تسأل؟ لأنه سينما عبلة هون. عفواً، وين هون يعني؟ ما لي شايف شي لتأخذني. أنت هلأ بالسينما عبلة عمي؟ عفواً يا أخ، الله يرضى عليك. إذا كنت حابب تتسلى وتتفقس علي، أنا مو فاضي لهالشغلة أبداً، مو ناقصنا والله. عال، أنا تأخرت على موعدي وما عاد عندي وقت منوب. يا عمي أنا ما عم بتسلى ولا عم بتفقس. سينما عبلة كانت هون، هون كانت من 30 سنة. إيه؟ وهلا وين؟ سافرت يعني؟ جروها بالخيط؟ اسمعوا على هالحكي. عمي، السينما اللي عم تحكي عنها أنت هدوها من زمان وطلع محلها هذا البرج يلي محلي فيه. هدوها؟ لك الله يهدون، إلهي هد. لك إنه شلون لهم قلبي هدوا هيك سينما؟ شلون؟ وليش لحتى ما يهدوها بقى؟ لك ما بيصير تنهد، ما بيصير تنهد. شو هالحكي المصطي؟ سينما عاملة بالذات ما بيصير تنهد يا أخي أبدا. شو أنت؟ شو ما في عواطف أنت؟ لك يا أخي قلة ناس إلهم ذكريات بهالسينما، قلة عشاء كانوا يتواعدوا على بابا، قلة بياعين فول وبليلة كانوا يوقفوا يسترزقوا حواليها، قلة أفلام حب وهيام انعرضت فيها. بس يا خسارتك، يا خسارتك يا سينما عبلة، يا خسارة. يا ما حضران فيها رصيف نمر 5 لهدى سلطان وحميده لفريد شوقي، وأنا عايز أتجوز لفريد الأطرش. آخ اسأل الله هديك الأيام، قسما بالله العظيم البكي اللي كنا نبكي فيها بنص الأفلام بيعبوا خزانات. وانت يا أخ شو اللي جاب على بالك هلأ بعد كل هالسنين؟ شو اللي جاب على بالي؟ كان عندي موعد على بابا. موعد؟ اي نعم، موعد خطيبتي على باب السينما بعد 5 دقايق. يلا عن إذنك بدي اطلع دور عليها. خطيبته وعلى باب سينما عبلة؟ شو الأرقى هاي؟ شوفي خالتي، سينما عبلة كانت محل البناية الكبيرة هي. انت متأكد؟ متأكد، انا واقف هون عم بيعي نصيب اكثر من 40 سنة، وقت هدوها كنت بالصدفة واقف هون. يا خسارتك يا سينما عبلة، قديش لي فيها ذكريات. بس ما قلتي لي، مش هاي شو عم تسألي عنها؟ كنت موعدة خطيبي قدام بابا. خطيب شو؟ قصدي باب شو؟ باب السينما، باب سو يعني. هلأ ولا من 50 سنة؟ لا هلأ. أصبح لروح أفتل حوالين البناية ودور عليه. روحي. الله معي، الله يكون معي. مع السلامة يا نصيب عمي، يا نصيب. Thank you.
يلا ماما طولنا ما نعرف في الشمعة عشان ننتظر. معلش ماما خلينا ننتظر شوي ليجي جده وتيتا. يا ترى شو اللي أخرهم؟ بركي هني. أهلين بابا، تفضل تفضل. ليش تأخرت؟ ظروف. أهلين حبيباتي. أهلين عمورة. أهلين حبيبي. هات بوسي هات. اهتمي بالوش. سرسورة. هاتي بوسي هاتي. ما راح شكوك إن شاء الله هاتي. أهلين أمي تفضل تفضل. ليش ما لقيناها؟ ليش تقبرني؟ لأنه الزمن صعب كتير يرجع لورا.